التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة لليوم السبت 6 نوفمبر 2021. البرنامج اللي تعودتوا به يجيكم كل سبت. موضوعنا لليوم باش يكون حول البيئة والتغيرات المناخية، مواضيع الساعة اللي قاعدة توا تشغل كافة بلدان العالم بحكم مؤتمر غلاكسو في اسكتلندا اللي قاعد يصير الفعاليات متاعه والاجتماعات متاعه اللي منتظر تتمخض عنها عديد القرارات. المؤتمر هذا باش يتواصل من 31 اكتوبر او بدأ في 31 أكتوبر باش يتواصل إلى غاية 12 نوفمبر من الشهر الحالي. تسمعونا على 93.3 فريكونس 93.3 إذاعة الحياة FM، أول إذاعة للصحة، أول إذاعة متخصصة في تونس تبث من القروين. نجموا أيضا تتابعوا لي لايف متاعنا، لي فيديو متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك أو على السيت ويب متاعنا الحياة FM. ضيفنا لليوم عادل الهنتيتي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، باش يحكينا على مؤتمر غلاكسو، باش يحكينا أيضا على موقع تونس أو دور تونس أو التحديات أو الأهداف اللي حطتها تونس في إطار المؤتمر هذا وفي إطار المساعي الدولية للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعديد الغازات الأخرى القاعدة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة. وأكيد تونس من البلدان اللي تأثرت برشا خاصة الصيف هذا من ارتفاع درجات الحرارة ومن الحرائق متاع الغابات الناجمة مع التغيرات المناخية. صباح النور سي عادل ومرحبا بك. شكرا على الاستضافة. شكرا لك سي عادل، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، خبير دولي وكاتب وباحث في المجال هذايا. نحكي على مؤتمر غلاكسو في اسكتلندا، أي أهداف أو أي قرارات نجم يخرج بها المؤتمر هذايا سي عادل؟ هل أنه تنجم الدول 197 اللي وافقت على عدة بنود جات في المؤتمر باريس، هل أنها تنجم تتوصل إلى قرارات تؤدي إلى خفض درجات حرارة الأرض وبالتالي الحيلولة دون التغيرات المناخية الخايبة اللي قاعدة تصير في الأعوام اللفارتة؟ شكرا. والله اللي قلت أنت هو صحيح، معناتها أنا نعرف أن وقفت الكمم المناخ الأولى منذ انطلاقها في التسعينات حتى في بداية 2000، وكانت كل القمم تنتهي ببرنامج عمل في كيف يحد المجتمع البشري من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون واكسيد الميثان وغير الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري. هذه النتيجه تطويلها، وكل ما نعمله قمه الارض نقولوا قمه المناخ نقولوا البلدان ستلتزم بالحد من افرازات النفايات الهوائيه هذه ثاني اكسيد الكربون وغيرها اللي تجي عن طريق وسائل النقل، عن طريق الانشطه البشريه، عن طريق كثير منها حرائق الغابات وغير ذلك. اذا كل قمه للمناخ هذا هدف الاساسي، لكن كل القمم الى يومنا هذا ما ريناش ان قمه عملت برنامج والبلدان التزموا بالبرامج نتاعهم. اخرى قمه باريس اللي كانت قمه مرجعيه لانها في باريس اتفق بلدان العالم اجمع كل على انهم التزموا كلهم، كل بلد جاب برنامج في 2025 2030 قداش يبذل المجهود باش ينقص انبعاثات الغاز. لكن قمه باريس تقول احنا البرامج في قمه باريس منذ 6 سنوات اقرت اننا خذوا البرنامج التنفيذي هذاك يقول لك احنا العالم مش ينقص مش يخليش المتوسط درجه الحراره على السطح يرتفع اكثر من 1.5 درجه. لكن احنا بعد قمه باريس وتقدمنا خبراء على مجموعه الالتزامات الدوليه اللي قدموها في باريس لقيناهم كان يتبقى الالتزامات هذوكم مش يكون ارتفاع متوسط الحراره الى 3 درجات مش 3.5. اذا هذا خيبه امل، يعني اهداف غير قابله للتطبيق. معناته ياخذوا قرارات ما يلتزموش الدول ومن من الدول هما خاصه الدول الكبرى، حتى تعرف ان 80% من انبعاثات الغازات هذه نتاع الاحتباس الحراري تتسبب في 6 و7 دول في العالم اللي هي الدول الصناعيه الكبرى، هي الصين اولا والولايات المتحده الامريكيه، اوروبا والهند وكذلك جنوب افريقيا وفنزويلا. هذوم هم بلدان اللي يتسببوا في الانبعاثات الكبرى نتاع غازات هذه. لكن كل بلدان العالم وخاصه تونس تعتبر بلدان ضحيه حسب ما تنصوا عليه الاتفاقيه الدوليه نتاع التغيرات المناخيه. تونس من البلدان اللي هي تسمى ضحيه كالبلدان عندهم جزر. اذا احنا كبلدان ضحيه انتظاراتنا مختلفه عن انتظارات البلدان المتسببه. المتسببه هم يقولوا احنا مش نقصوا من هكا، علاش هما اش قالوا هما سماه تو تخرج من القمه هذه نتاع جلاسكو خاطر الوثائق نتاعها موجوده، هما تو تقشع الوثائق اللي ماشي يخرجوا في التالي. الوثائق شو تقول؟ حاجه هامه
جدا. هو انه بلدان العالم مش يلتزموا انهم مش ينقصوا عام 2050 من ازاله الغابات. هذا واحد من الاهداف اللي تحط انه للغابات. هذا هو الهدف الاساسي. علاش؟ وقت يعملوا هذايا ما هما مش باش ما يجموش يلتزموا بالحد من انبعاثات الغازات، ماشي يلتزموا باش ما بقاوش يتلفوا الغابات اللي هي تمتص الغازات. اذا هذا فيه حصيله كبيره للبلدان الكل، خاطر احنا يعرفوا روحهم من قمه الى قمه ما يجموش يلتزموا بالتنقيص من انبعاث الغازات ولو يحبوا يلتزموا يلزموا العالم معاهم باش ما بقاوش يحرقوا الغابات، ما بقاوش يزيلوا الغابات، وهذا شيء طيب في حد ذاته، طيب جدا، لكن احنا ماذا بينا، احنا تعرف هذه ماذا بينا المستمعين اذا عم تاكم يفهموا هذا، اللي نعيشوه اليوم احنا مش تونس العالم اجمع من حراق غابات من امطار غزيره جدا تعطيك فيضانات من جفاف متقع يخليك محاصيل الزراعي تتنقص في مدودها ب 10 15%. وشفنا سناء اسعار القمح هبط المرصد الوطني. مش تزيد تغلى على خاطر دراسه بينت التقييم نتاع لجنه الخبراء اللي في مجال التغيرات المناخيه جياك اللي كل سنتين يعمل كتاب كما عمل كتاب تو منذ اشهر خرجوا يقول فيه ان متوسط انتاج المحاصيل الزراعيه الكبرى كما الحبوب نقص 4% على مستوى العالم من 1990 الى يومنا هذا، والتناقص هذا يزيد في استمرار في تصاعد حتى يولي انه الارض لا تستطيع ان تنتج الحبوب اللي يستحق الانسان، خاصه ان عدد السكان في الارض تزداد، اذا الارتفاع مش ترتفع، اذا فالمجاعة مش تكثر، ثم اذا فالناس اللي هما مش الناجحين الايكولوجيين الناجحين للجفاف والتصحيح مش يكثر في العالم، عدد الفقراء مش يكثر في العالم، اذا هذه كلها انعكاسات، انعكاسات هذه نعيش فيها اليوم، رايناها اليوم، هذه نتيجه وهذا هم جدا ماذا بين المجتمع يسمعها بالباهي وانا فسرها بالباهي، هي نتيجه انبعاثات الغازات هذه 10 سنين التالي، معناتها انبعاثات الغازات اللي خرجت اليوم وامس وغدوه هذه تحب لنا 20 سنه باش نعرفوا نتائجها الوخيمه. يعني اذا ما تمش اتخاذ اجراءات خلينا نقولوا صارمه والتزام الدول هذه اللي باش نشوفوه العوام القادمه هو جفاف اصعب بكثير من اللي احنا عايشين، وخاصه فيضانات، ارتفاع في درجات الحراره، محاصيل تتراجع الى غير ذلك، ارتفاع مستوى البحر خطير جدا، لان عدد كبير من المدن الساحليه والقرى الساحليه وخاصه الجزر اللي نعيش على جزر، هي احنا عندنا جزر قرقر، عندنا جزر جربه، عندنا جزر صغيره، جزر جربه مثلا قرقر مثلا سنه دراسات خدمت بها انا وقت اشتغلت في الامم المتحده، خدمت على جزيره قرقنا في السيناريو نتاع التغيرات المناخيه، بها ان جزيره قرقنا اغلبها باش يكون تحت البحر، علاش نطلبوا من خيالنا في قرقنا انهم وقت يبنوا زوج متر فما فوق علو، يعلو زوج متر فوق باش يامنوا دارهم المره الجايه وقت يطلعوا. هذه من المناطق او الجزر في تونس اللي مهدده انه يبتلعها الماء بنتيجه ارتفاع منسوب المياه الناجم عن التغيرات المناخيه. منسوب البحر، منسوب البحر. وهذا خطر جدا، وقت يرتفع منسوب البحر ما هو عندنا اشترى المناطق التقويه في تونس هي مناطق ساحليه في الوطن قبل وفي الساحل اغلبيه تقريبا الشواطئ هكا ولا تعتمد على مائده سطحيه طيب جدا حلوه، وقتها احنا مستوى البحر ارتفع تملح المائده السطحيه اللي يعيشوا منها المواد المناطق التقويه في تونس الساحليه هذه تمثل 50% من التقويه، تخلى 50% من انتاج الفلاحي في تونس خاصه البقول والخضار كلها تجي من غادك علشان الاكتفاء ذاك من هذه الناحيه من يخلف على هذوما مش يملاحوا اذا وقت يملاحوا ما بقاش يجيبوا لنا نتائج انتاج، اذا لازم نلوجوا على مناطق التقويه داخليه نعملوه من جديد من تو نخمموا برنامج على مده 20 سنه باش نعمل تقويه داخليه باش نحميوا تونس من انتاج الزراعه نتاعها، اذا هذه انعكاسات سلبيه تتصاعد في المستقبل. مناطق تقويه بديله على المناطق الساحليه في حال ما مناطق تقويه داخله شويه باش ما تاثرش وقت يرتفع مستوى البحر بالملوحه، هذا هو اذا كل هذه الاستراتيجيات لازم توقع، وهذا لو قلناه من 1995 الكلام هذا، لكن ما ريناش شكون اعطى اذن وحب يبحث كما ينبغي، راهو تونس عملت دراسات بين وزاره البيئه ووزاره الفلاحه في اخر التسعينات حول انعكاسات تغيير المناخ على الفلاح وعلى الاراضي في تونس، والدراسات واضحه وتبين الكلام اللي قلته انا هذا 97 لكن ما ريناش اخر قرار يلتزموا بهذا الشيء ويعطونا حق الشيء في هذا، وتونس لازم تتقدم، وهذا اللي نحب نقول به زاد في جلاسكو، تونس لازم شات جلاسكو تتقدم بمشاريع ميدانيه واضحه باش تقلل من الاثار السلبيه اللي حكيت نحكي عليها على تعتمد على هي تونس مشاركه في المؤتمر هذايا بوفد ممثل عن عديد الوزارات، والالتزام تونس كيف برشا بلدان التزمت بتقليص حده الكربون ب 45% بحلول عام 2030. احنا تونس ما حبش تلزم بتنقيص الكربون فقط،
هذا تونس وقت تنقص 4-5 ما هيش حاجه كبيره. بالفائده تونس تجيب فلوس ببلاش ما الصناديق نحلوها باش تنقص من الاثار السلبيه تقول على المجتمع التونسي. وهذا كيفاش يصير؟ هي هذا انا نقيم مجهود الدوله التونسيه بكل هياكلها، وان وقت تمشي المؤتمرات القمه الجايه تكون عندها مشاريع واضحه جدا تاخذ بها فلوس في شكل هبات من الصناديق اللي فتحت القمه هذه والقمم اللي قبلها باش البلدان الضحيه تاخذ حقها وتنقص من الاثار، وخاصه ان الاثار هذه ستتضاعف وتتضاعف في المستقبل. انا نقول نطلبها من خلال امواج الاثير بتاعكم انتم، نطلب من الحكومه من الدوله التونسيه انها تلتزم باعداد مشاريع مضبوطه جدا. مثلا عندنا سنه 23,000 هكتار تحرقوا في الغابات قبل كل صيف. باش المستمعين سي عادل يفهموا على شنو قاعدين نحكي، والمؤتمر هذايا والدول خاصة الدول الكبرى حدت ميزانية هامة 555 مليون دولار في الورق موجود لمكافحة التغيرات المناخية، وباش تشمل الدول النامية اللي هي دول في الورق موجود في الورق في مراكش في مراكش بعدكم باريس وقت بلدان جابت كل بلد عندها برنامج نتاعها العالم اجمع بلد غنية ولا فقيرة جابوا كلام تونس. تونس قدمت برنامج نتاعها وصل 19.6 مليار دينار كلفة باش تناسب تجابه التغيرات المناخية تنقص من الآثار السلبية. تونس قدمت هكا لكن ما قدمش مشاريع موضوعية هامة جدا ملموسة. وعملوا في مراكش عامين بعد باريس عملوا صندوق زوج صندوق كبار باش البلدان. أنا كنت تونس وقت مشات مراكش بالبرامج نتاعها جابت فلوس، لكن مالوريزمون وقت تونس مشات ثم بلدان كما نيبال كما بعض بلدان جاو خذوا 3-4 مليارات دولارات خدموا بها باش تمنعوا من نفسهم من بعض الاثار السلبيه. واحنا تونس ما عملناش حاجه كبيره ياسر. اذا انا ندعو من خلال هذا لان حلوا صندوق في مراكش نتاع 100 مليار دولار باش يوزعوا به للبلدان الفقيره والبلدان الضحيه. هذا العام الحالي ما عطاو الفلوس هما 100 مليار ما عطاو ما وصلوا الا 60 مليار فقط مش 100 مليار 40 مليار ما عطاهمش. اذا انا ما بقاش يهمني وقتاش توضع. خلينا نوضحوا سي عادل وقتاش توضع قلت لي الصندوق هذا في مراكش؟ توضع في مراكش العام في القمه تو منذ خمس سنوات التالي القمه اللي جات بعد باريس بالضبط. هذا هو لان قمه باريس كانت محوريه خاطر اذا واضح هي النقطه اللي تحب انت تاكد عليها هو انه تونس تحصل على تعويضات تكون مناسبه باش تكون هيئه روحها للتغيرات المناخيه وتلقى حلول بديله. واحنا شهدناها فما جفاف فما ارتفاع كبير في درجات الحراره فما زراعات تراجعت بشكل كبير نتيجه قله حاجه ملموسه. نحب نتكلم بالملموس. تونس السنه حرق الغابات اتلفت 23,000 هكتار. كانت قبل حرق الغابات كل عام توقع بين 2000 و3000 هكتار، 23,000 هكتار. ونشخرجوا من جلاسكو قالوا يا الناس حنحبوا نقصوا من ازاله الغابات. احنا تونس عندنا 23,000 هكتار حرقوا بسبب التغيرات المناخيه اللي جات في المطلع في الليل وفي النهار مده 15-20 يوم في الصيف كان في المدن الكل. احنا نحبوا توا شكون من البلدان هذه اللي تتسبب في هذا تعطينا فلوس تعويضات باش نكسروا الغابات نعوضوا هكذا 23 هكتار اللي يتحرقوا نعوضوهم في 12 سنه باش نعوضوهم. واضح احنا دول احنا دول نتاثر ونتاذوا من المنسوب نتاع الكربون ومن الغازات اللي قاعده تتسبب فيها الصناعات الكبرى في الدول العظمى، لكن ما يعوضوناش بالمبالغ اللي تتناسب مع الضرر. الدولة التونسية تقدم مشاريع ميدانية للتشجير المكثف باش تحسن 23 فرصة اللي حرقناها. واضح سي عادل. احنا مازلنا باش نحكيو اكيد في البرنامج باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وباش نتابعوا في المحور الثاني باش نحكيو على البيئة وكيفاش يكون محدد مهم من محددات صحة الإنسان، باش نرجعوا على سير في صفاقس وباش نحكيو على تحسين جودة البيئة في تونس باش نحسنوا جودة حياتنا. مواصلين معاكم في سياسة الصحة بعد الترتيحة الموسيقية هذه. ضيفنا عادل الهنتاتي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة خبير دولي. سياسة الصحة التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة. سي عادل تفضل. هلا دقيقة وراجعين. باهي 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 باش ترتاح انت شوية تشرب شربان. لا أنا مرتاح.
سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسات الصحة، نحكيه على مؤتمر غلاكسو في اسكتلندا حول التغيرات المناخية اللي باش يتواصل إلى غاية 12 نوفمبر الجاري. نحكيه أيضا على البيئة وعلى المشاكل البيئية واختلال التوازن البيئي اللي أكيد يأثر على صحتنا ويأثر على جودة حياتنا، مع عادل الهنتاتي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة. مرحبا بك من جديد سي عادل. مرحبا بكم. تفضل سعاد. البيئة هي ماهيش كمالية، البيئة توا في أيامنا الحاضرة ولت من محددات الصحة متاع الإنسان، ولت من محددات جودة الحياة. كل ما كانت البيئة نظيفة، كل ما كانت البيئة معناها في حالة حسنة، كل ما كانت الحياة متاعنا متوازنة وصحتنا متوازنة. شنو المشاريع اللي تتصور الدولة التونسية لازم تعملها باش تستثمر في البيئة وفي سلامة البيئة، خاصة أمام التلوث، أمام انتشار عدة مظاهر تخل بالتوازن البيئي في بلادنا؟ شكرا. والله كما قلت أنت في المداخلة متاعك هي أنك البيئة وليت عندها قيمة في الدنيا وقت ظهرت المساوي متاع الأمراض، كثرة الأمراض الصحة انعكاسات مصادر التلوث وتطور مصادر التلوث، كمية المواد الكيميائية السامة التي تتلف في الهواء في الجو في التربة في المياه أضرت بصحة الإنسان، ولات عندنا أمراض متأتية من هذا النوع من التلوث. بالفعل العديد الأمراض السرطانية وحتى أمراض القلب. أول قمة عالمية للبيئة باش المواطن يسمع ويعرف كيفاش، أول قمة في 72 في ستوكهولم على الصحة والبيئة، وقت فاقوا أن راهو إذا كان باش يحميوا الصحة باش ينقصوا من كلمة الصحة من الكلفة الصحية يلزم يتلوث بالبيئة. إذا هذا من تلقة البيئة، إذا البيئة هي مقوم جودة الحياة، هي المياه المستعملة تكون نظيفة تتنظف وتلقى تتوسط نظيفة، الهواء يكون نظيف باش الإنسان وقت يتنفس أكسجين طيب. أنت علاش وقت الناس مساكن اللي مرضوا بكوفيد في العالم أجمع علاش كلهم يعملوا مكان كونسنتراتور أكسجين؟ علاش؟ لأن الأكسجين بتاع الدنيا اللي يشموا به ملوث، ما يخدمهمش الرواري بتاعهم كما ينبغي. فهمت كيفاش ولا؟ إذا هذا أمراض تنفسية، أمراض سرطانية، أمراض قلب، أمراض حساسية، هذه كلها نتيجة التلوث. المنظمة العالمية للصحة التقرير بتاعها بتاع الأربع خمس سنوات تالا شو يقولوا هالتقرير هذه؟ أنا أكبر سبب في الوفيات في العالم يتأتي من أمراض تنفس، جهاز تنفسي. بالفعل هذا حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية. وأن نوعية الهواء وتلوث الهواء خاصة بك الجزيئات الدقيقة للميكرو بارتيكول هو اللي يخلي الناس تمرض بالرواد نتاعها. إذا التلوث نتاع الهواء هو الخطر. وتم حتى التصنيف مدن العالم الكبرى حسب التلوث نتاعها، لقوا في التصنيف هذا مدن كما تونس كما جابس كما صفاقس، هذم المدن اللي هم مصنفين عندهم اختطار التلوث، معناتها اختطار الامراض التنفسيه بصفه كبيره جدا من جراء التلوث. هذا تصنيف عالمي هذا يا سي عادل، حسب تصنيف عالمي. التصنيف عالمي مش على المستوى الوطني معناه. لا تصنيف عالمي موجود بعض مدن تونسية في التصنيف العالمي هذا المشي. مثلا نعطينا بعض الأمثلة، عندنا تونس جابس صفاقس عندك معروفين شو مناطق التلوث الكبرى في تونس. هي عندك بنزرت، عندك بن عروس، عندك البين بتاع مستير خليج مستير، عندك خليج جابس مدن صفاقس جابس معناتها اللي فيهم أنشطة صناعية معناها وتتركز فيهم الشركات والمؤسسات الصناعية. تلوث قوي جدا هوائي وتلوث مائي واختطار الأمراض موجودة بصفة كبيرة جدا. الحلول المطروحة توا باش نحاولوا نخففوا، الحلول المطروحة هو أن السادة أخذين القرار في البلاد هذه من الستينات يومنا هذايا يلزمهم يعرفوا أن راهو البيئة ما هيش شعار، البيئة هي ممارسة يومية. والبرامج اللي يقدموا يقولوا برامج تكون نافذة ولا برامج تصرف فلوس ما تبقاش نتائج. أنا راني وقت نتكلم فيك تو أنا كنت مدير عام في البيئة، الناس اللي كونا النفح البيئي في البلاد هذه عام 75 نشتغل على البيئة أنا إلى ساعة هذه.
اذا نقول الكلام هذا انا حتى اذا كان تم لو من دون نفسي اللي احنا ما كناش في مستوى المسؤوليه وقلنا في مسار القرار ما استبقناش الوضعيه الحاليه ما عملناش كاين خطه استشراف للي صار تعبنيات نقول عليها خاطر الوضعيه الحاليه وزير انا عرفت قبل 7 أو 8 وزراء بيئه في المده الاخيره كل وزير بيئه يجي يشد الوزاره ويرى الوضع يقول الوضع البيئي في تونس كارثي كل وزراء لكن ما رناش خطط والا برامج للعمل على الحد من الكارثيه هذه البرامج ناخذ مثلا ما السنفات المنزليه يعقل تونس 2020 المدن التونسيه انهج وشبع قدوش نتاع النفايات المنزليه ما تتهزش تقعد بالاربع خمس ايام هذا اللي صاير في صفاقس المشكله اللي صايره في صفاقس مش صفاقس انا درت مشيت لصفاقس مده الاسبوع الماضي وريت ودرت المناطق اللي فيهم قدوش هذه طريق الكرمده وطريق الافران لكن عملت الدوره في تونس هنا في مناطق معروفه احياء راقيه احياء وقولوا احنا راقيه عالي معناتها لاباس عليهم عندهم امكانيه هذوما فيهم نفس القدوش تاع الزبله في النهج ملوحه لماذا؟ لان وقت تعطل الماكينه الاله اللي نجمعوا فيها النفايات من تاع البلديه مع البلد تاسوز واللي الجرار واللي الشاحنه يتعطل 3 أو 4 أيام يصلحوه ما ثماش جرار يعوضوا ثماش شاحنات ما ثماش الناس تتعوضها فبالتالي يبدا يكبر 4 أو 5 أيام حتى وقت يجي باش يهزوا يلقاه كبر على الياس ما عندوش باش يهز ما يجيبش يعني احنا اليوم في تونس عندنا مشكل تصرف النفايات المنزليه مشكل عام مشكل وطني من حيث التجمع في البلديات البلديات ليس القوه الكافيه باش تجمع كما ينبغي بصفه مسترسله ومتواصله وبدون انقطاع ثانيا كيفيه التصرف في النفايات تجمع البلديات في عملوا مصبات لكن مصبات غير مراقبه ونعاود نقول 10 مرات غير مراقبه لان المصب المراقب يجب عليه في وسطه الردم بالنسبه للمواد العضويه الممكن الردم مش كل مواد عضويه تردم الممكن الردم ثم التثمين ثم الرسكله احنا في تونس البرنامج بتاعنا نقول يلزمنا اللي عم يتصرف فيه على الوكاله النفايات تقول يلزمها وقت يوصل الزبله للمصب تفرز ثم شيء يمشي للردم ثم يمشي للتثمين وثم شيء يمشي للرسكله معناتها الردم اقصى تقدير 60% من الحجم والاخرين الكل إذن اذا كنت تعمل هذايا المساحه اللي خصصتها انت للمصرف تدم 20 سنه كيف انت تدم كل شيء المساحه ما تمشيش اكثر من 10 سنوات هذه وقعنا في تو المصبات ثانيا وقت انت تردم كل شيء من غير تقنيه طيبه انت تخرج كميه الرشح مياه رشح تولي هي وبال تولي مصدر تلوث المائده المائيه وتخرج روائح كريهه والناس اللي يسكنوا من جنب المصب يفدوا منه ويعملوا مظاهرات باش يسكنوا المصب وكل مصب كل مصب 12 ال 10 مصبات مراقبه كلها مصب ازعاج للمواطنين لان المواطن التونسي وقت يلقى ان الروائح تقتل من المصب يولي يكره المصب حتى لو كانت تحب تعمل مصب جديد تو في محرك بالنسبه لشخص المصب الجديد اللي هو من المصب مصب ما يتخرجش من الروائح ما فيش مصادر ازعاج وبالتالي هالمصبات هذه تولي المواطن التونسي يقبلها وقت كما حالة بتاع تو يقبلها حتى ما يكون حتى مواطن تونسي هذه المشكلة في تونس يعني اغلب النفايات المنزلية في تونس ما يوقعش مراقبتها واعادة معناها توزيعها كما قلت انت اما ردم تثمين او رسكلة الاغلبية يصير اغلب المصب اغلب سامحني في الكلمة اغلب النفايات المنزلية يتم ردمها يردموا على بعضهم يردموا على بعضهم من غير عكس كراسي الشرطي اللي يلتزموا بها وهذا هي مضر بالبيئه ومضر حتى بالاقتصاد خاطر النجم تضر بالصحه بالاقتصاد تخلي تمشي بلاد تمشي في دوله في العالم ما عندهاش مصبات تو اذا كان كل مدينه كل مواطن في قال لك ما تعملش المصب حدا داري حدا في الحي بتاعي وين باش نعمل مصبات لازم لكن احنا وقت كل مصبات مراقبه وهي احنا ظلنا مصبات وجماعه وخيانة اللي يخدموا المصالح هذه نتاع البلد وغير ذلك يعرفوا مشاو زاروا مصبات في الخارج يعرفوا ان المصب راهو كانوا حديقه الريحه ما سماش لا زبان ما حدش اذا علاش احنا في تونس المصبات نتاعنا هي مصدر ازعاج للمواطنين هذه اشكاليه في تونس اشكاليه هي نتاع تقنيه لكنها في تباطؤ وتماطل شنو اللي ناقص امكانيات لوجستيه كيف الردع غير موجود كثير والمواطن ايضا المواطن عنده ظل لان المواطن ما يكفيش باش يمشي يظهر ضد مصب باش يوقع في البلاد ولو كان مصب هكا مصب مراقب على احسن من شنو ينقصنا سي عادل سامحني يلتزم بيقبل باش يساهم مع البلديه باش زبلته ما
ولا وحش كما وين يجي ويساهم حتى لو كان يهز الدبله نتاعو الى اقرب مقر موقع يلمدوا فيه النفايات يمشي له مساج يمشي يعمل كيلو متر ولا اثنين يمشي يصبوا خير من يجيوا القطط والكلاب يهدوا ويوزعوها كما نروح في الانهج الكل وتولي الدنيا داخله بعضها. واضحه. سي عادل شنو ينقص تونس باش تكون كما الدول هذه اللي تحكي عليها انت المصبات نتاعها تكون نظيفه وكانها حديقه؟ تلتزم بالقرارات الفنيه اللي تم المصبات عليها من اول مره من 94 والبرونجي نتاع 2004 2005 تلتزم البرونجي هذا يقول برنامج الوطني للتصرف المستدام والمندمج للنفايات في تونس البرونجي 2004 شو يقول؟ يحكم على البلديات والوكاله الوطنيه للتصرف النفايات انهم يقوموا ب 25% من حجم النفايات اللي هي المصبات لازم تكون يتم رسكلتها و25% يتم معناتها تثمينها وبالتالي ما يتم الرد منها في 65% المزارع. اذا هذا هو المطلوب لكن ما طبقناش هذا. لماذا؟ هذا السؤال اللي سالوه للساده اللي هم يسيروا في الوكاله الوطنيه لترف النفايات وزاره البيئه التي هي تشرف عليها هذا باش يتنفذ نقصوا ما طبقتوش البرامج الوصفات الفنيه اللي تم اعدادها منذ التسعينات ومنذ او بدايه 2000 علاش ما عملوش هذا الخطر ان ننزل فيه ونطلب الناس الكل باش يسالوا من هذا ويعطيونا جواب. هذا اللي ناقص باش يتنفذ يعني فما مشكل نتاع امكانيات مشكل جديه في التعامل مشكل لوجستي ما فماش ماتريال ما فماش ما نعرفش ثم الفلوس موجوده نقول لكم نقول لكم انتم ان معناتها الموارد الماليه متوفره عن طريق الفوداف صندوق مقاومة التلوث وعن طريق الدعم من المانيا وحاجات تخدم تونس مع التمويل المالي يعني فما برامج تمويل خارجيه قاعده نورمالمون تدعم المناخ والبيئه في تونس موجوده تمويل موجوده لكن المشكله الضايع هو الرقابه ورقابه الشركات اللي تستغل المصبات حتى يطبقوا كرسول كما ينبغي هذا ما تماش. ثانيا حاجه هامه جدا ان البلديات ليست لها امكانيه باش تقوم بعمليه الجمع كما ينبغي في اي ظروف بسبب مسترسله هذا هو هذو السببين الاساسيين اللي يخلونا احنا وضع حتى الزبله هذا زبله فقط ما نتكلمش على التلوث ما تكلمش عن النفايات السلبه الخطره والسامه اللي هي 150 الف طن تخرج كل عام لكن ما نعرفوش من قولي كيفاش في معناها كيفاش يتم نورمالمون يتعاملوا معاها النفايات الخطيره هذيا كيفاش؟ الخطيره هذا عندها مركز الرد وعندها مركزين واحد في جابس واحد في سوخس واحد في بنزرت هذوما المراكز مركز كبير في جرادو وياسر ورجع يشتغل تو فيه تقنيات هامه جدا لازاله سميه من النفايات قبل ان يتم التصرف فيها لكن هذوما ما يشتغلوش كما ينبغي. احنا عندنا 150 الف طن في العام انتاج نفايات خطره بخلاف النفايات الاستشفائيه الخطره اللي هما 16 الف طن عندنا 150 الف طن المراكز الثلاثه الاربعه هذوما واحد منهم ما كثرش من 12 الف طن في السنه اذا البقيه وين تمشي؟ هذو تمشي في الوسط الطبيعي نلقاو غدوه في صحه المواطن وهذا اختار كبير وهذا يختار كبير هذا يختار كبير وبالمسببات الامراض السرطانيه والامراض ايضا وصلت نفس العام ما تزيد المواد الكيميائيه في كل مكان موجوده ثم دراسه عملتها الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط مع التعاون الالماني عنده مده شو تقول دراسات الاوساط الطبيعيه معناتها الاوديه والاوديه والمواد المائيه السطحيه والتربه شو تقول والبحر شو يقول الدراسه هذه تقول لك في تونس احنا حسب تقييم وزاره الفلاحه عندنا في تونس تقييم 264 مائده مائيه سطحيه اللي منها مناطق سقويه منها توفير الماء الصحي للشباب في اغلب المدن في الوسط والجنوب كل جامع المائده المائيه السطحيه هذه المائده معرضه للتلوث على 264 عندنا 132 ملوثه تلوث كيميائي كامل 100 وقداش الملوثه سامحني سي عادل 132 132 من جملة 200 كامل خاصة بالنترات وغير ذلك من المواد من نصف تقريبا معناها نصف المواد المائية السطحية وتقريبا على الأودية والأنهار اللي عندنا في تونس تم حوالي 100 نهر 100 واد 100 نتاعهم ملوثة بما في ذلك سد سيدي سالم عكس ما قالوا السيد رئيس الحكومة السابق اللي قال أن سد سيدي سالم ما شكاو قالوا راهو ملوث قال عملنا دراسة وقلنا لا يا سيدي ملوث وتمشي الوكالة الوطنية للحماية المحيطة تعطيك نتائج البحث نتائج التحليل ترى
يعطيك الصحة. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم سي عادل، اكيد باش نحكيو في الحلول في الجزء الثاني من الحلقة، نحكيو في بدائل باش نحاولوا نقضيو على التلوث هذا اللي هو من اخطر المظاهر واللي هو مسبب للامراض السرطانية والامراض التنفسية على المواطن التونسي كبيرة جدا وعلى الدولة اكيد وعلى الدولة. شكرا لكم ضيفنا اليوم في حلقتنا من سياسة الصحة اللي حكينا فيها على التغيرات المناخية وحكينا فيها على مظاهر التلوث في تونس، واكيد باش نرجعوا باكثر تفاصيل حول الحلول اللي تنجم تحد من مظاهر التلوث وتحسن من مستوى البيئي ومن جودة الواقع البيئي في تونس. سياسات للصحة اليوم انتهيت، كانت معكم سمية حمدي في الاعداد والتقديم وامل ليغا في الاخراج، وضيفنا كان عادل الهنتاتي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة. نتلقاو في حلقة جديدة، باي باي. سياسات الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.